السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير. اليوم غادي نقدم لكم واحد لاصوص اللي كندير مع الدجاج، كتجي رائعه في المذاق. كاع اللي ذاقوها عندي شكروها ليا، فقلت علاش ما نشاركهاش معكم هنايا في اليوتيوب. وهي غير ثلاثه المكونات فقط، يعني ما كتطلبش بزاف ديال الوقت، دغيا كتوجد، والاهم انها كتعطي واحد المذاق للدجاج اللي هو رائع ومميز. فيلا معايا باش نكتشفوا المقادير ديال هاد لاصوص. فغادي نحتاجوا الموطارد ودانون مسوس، اي نوع عندك، غير يكون دانون يعني مسوس طبيعي. وغنحتاجو كذلك الزعتر مطحون، الا ما عندكش مطحون ديري العادي ماشي مشكل. بالنسبه للخضر اللي غادي نرافق مع الدجاج، عندي الجزر مقطع والبطاطا واللوبيا، وعندي الخس والارز الاصفر او ما يسمى بالرز كلاصي. فبالنسبه للخضره راه غادي نحطها باش نفورها، انا كتعجبني الخضره مفوره حسني لك الا كانت مسلوقه، فغنفورها غير الخيزو وبطاطا واللوبيا. اما بالنسبه للخس غنخليه حتى الاخر، هو باش يعني اللي غادي نفرشو في البلا فاش غادي نحط الدجاج ديالي. والارز راه غادي نسلقو في الماء مع شي شويه الملحه. فهنايا غادي نفرغ الياغورت في اناء، وغادي نضيف عليه قياس جوج المعالق كبار ديال الموطارد ونص ملعقه صغيره ديال الزعتر المطحون. الا كنتي غادي طيبي الدجاجه كامله فخصكي تضاعفي المقادير، يعني عوض كاس ديال دانون غديري جوج. وبالنسبه للموطارد ف يعني على حسب الذوق. فانايا وضعت الدجاج في الطنجره، وغادي ندير شويه ديال الزيت، زيت المائده والقليل من زيت الزيتون. وعندي هنايا البصله مشلضه، بصله وحده مشلضه، قزبر ومعدنوس، وفص واحد من الثوم. فغادي نضيف الثوم اول حاجه، من بعد غادي نضيف عليهم القليل من الابزار فقط قليل، وغادي ندير سكينجبير، وغادي نضيف عليهم شويه ديال الملح والقليل من الفلفل الاحمر. اذا كاين اللي ما كيستعملش الفلفل الاحمر مع الدجاج، انا غنضيف غير شي شويه على حسب اللون اللي غيعطيني. ومن بعد غادي نضيف الخرقوم او ما يسمى بالكركم، واخر حاجه هي البصله. من بعد ما ضفت القزبر ومعدنوس وخليت الدجاج ديالي تقلى شويه، فغادي نضيف تقريبا واحد كاس ونص حتى جوج الكيسان ديال الماء باش يكمل الدجاج الطياب ديالو مزيان. من بعد ما طاب الدجاج غادي نزولو من المرقه، وغادي نديرو في لاصوص كما غتشوفوا معايا هنا. ما دهنا الدجاج ديالنا بلاصوص، غادي ندخلوه للفرن اللي سبق لي سخنته غير من الفوق باش يتحمر. الباقي ديال لاصوص غادي نشدو غادي نخلطوه مع المرق، وغادي نقصو على العافيه بزاف، وغادي نخليوهم باش يعقدوا مره مره، كنحركوهم باش ما يلصقوش لينا. هذا هو الشكل النهائي ديال طبق اليوم. بالنسبه للخضره ما درت ليها لا ملح لا زيت حتى شي حاجه، غير فورتها وحطيتها على هذا الشكل. والارز راه سقيتو بشويه ديال لاصوص. الدجاج هذا هو الشكل ديالو كذلك. فكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، ونتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، ونتمنى يا رب انكم تجربوه وتردوا عليا في لي كومونتير. شكرا على المتابعه ديالكم، وما تنساوش لي لايك واشتراك في القناه ديالي الا كنتوا اول مره كتشاهدوا هذا الفيديو. شكرا للمتابعه ديالكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.